بونجورين بونجور عن جديد بونجورين بعد مرة بونجورين يعني قلت لك ديجا بونجور ايه هلا بونجورين وانا وفالل وثلاثة ثلاثة على التيستينج على التيستينج خليك زيك بعدين رو بونجور رو بونجور مش غلط ايه وشو جمع ثلاثة بناجير بيطلع هلا هذا السؤال مسابقة خلينا مسابقة هلا لا تشوف إذا المشاهدين بيعرفوا ايه بيتعرفوا لنا تقطيع لكن ايه هلا الانجريدينتس اللي معنا نحن هن رح نقسمهم قسمين قسم مع اللحمه رح يكون هي لحمه الفيليه الحلوم والتشوريزو رح نقليهم نعمل خلطه بنلفهم نعمل شيء يعني ديزاين وفينا نتركهم مثل ما هن سامبل يعني الطريقه اللي بدنا اياها القسم الثاني اللي هو رح يتاكل مع اللحمه مثل الجارنيش توم في قلية يعني في ريحة ما بعرف قلت لهم ستيفاني توم طماط سيريز حط فلافلة حبق ومشروم فلافلة مشوية بس يتقلوا مزبوط بحط لهم شوية كريم هيك منعقدهم بتصير مثل خلطة كامشة بعضها خلطة معقدة معقدة إذا بدك تعقدهم هيك بتطلع إذا بدك نعقدها منعقدها يلا اوكي لحمة بدك تدقهم ايه رح أقسمها أنا كنت بلشت فيها لاحظنا إيه المشاهدين كمان لاحظ إيه مش معقول كمان قد سريع قال إيه ليك شو هي الفيليه يعني مثل ما كانت أنا عم بعمل غير طريقة بس فينا مثل ما كانت هي اللي حكينا عنها هيك أوكي. فينا نجي ناخد قصة هيك ندقها شوي صغيرة تطلع معنا بيكاتا أوكي يعني هي الطريقة الأسهل للي بده يعملها بالبيت أوكي. عادة الفيليه بتكون يعني يعني هي شكلها بيساعدنا تا يطلع معنا بيكاتا فينا نفتحها بهالطريقة ونصير نحن ناخد شقف كملها الفتحة أنا في أخد شقفي مثلا هيدي بقسمها ومندقها أو واحدة أكبر أنا بقسم مثل ما بدي بص عزق غيرك كل عزوقك عزوقك أنا اتنينتهم بعملون عزوقي ما بتردي على المطار هلأ كل واحد بيقص الشقفة قد ما بحبها كبيرة ما هيك؟ هيك ولا مش ضروري يكونوا قد بعض يعني لا لا ما هلأ ليك شو هلأ بس ندقهم يعرضوا بدهم يعرضوا نتحكم بالشكل مثل ما بدنا هون رح ملح ونبهر من بعد ما نخلص اوكي ومنتبع على شغله بنضلنا منسقينا مع الحلوم لو الحلوم اوقات بيكون شوي مالح بهالطريقه بكون عم ندق اللحمه هون في ناس معودة على شكل اللحمة يكون مبروم نحنا يعني هيك شوية حبينا نغير إذا بدك عملنا لها هيدا الشكل هلا بنحط فيها الحلوم والشوريزو بس فينا نخلي نعملها شكل هين يعني تنقدر نلفهم مزبوط ايه ليك هي المبروم كمان فينا نلفها بس هي مثل ما تيجي متعذب يمكن بيصير بدك شيء تشكيها تهديها هون مش بحاجة لازم تكون كتير رقيقة مش كتير بمعنى يعني مش رقية سيجارة اللي منعرفها انه هيدا الرقة بس انه تكون رقة هي ما هي المعروفة لانه هون بالاستواء حرام بدها شوية صغيرة استواء هي لحمة الفيليه في ناس بتتقبلها ايه وناس تتقبلها يعني ميديوم سينيونت ايه 100% هون صرت مبلطحة وأنا هون بقدر بتحكم يعني إذا بدي مثلا برقة أكتر تصير تساعدني أكتر باللف عرفتي حسب كل شقفة شيء مهم ينلفوا معنا تصير تلعب موسيقى هون مع الدق بتضيع بتلهي حالك عرفت انه هو عم نعمل اثنين بس بس كون عندك كميه
كثير بدك تتسلى بالدقات. معك حق، بالريستورانات بيعملوا كميات. ما هيك؟ ايه اخر شيء بصير كثير رقيقة بس انا عم دق يعني اللفت لحم بس انه الاكل ما بتتاكل. اوكي دقينيهم هلا. دقينيهم هلا هون منملح من بحر اذا بدك او بنتركهم. شو بدك؟ رح اخذ البهار دغري والملح. فينا نحط بهار ابيض بهار اسود مثل بيعملوا تايكوندو كاراتيه هولي. حبيتها طلعت ارتجالية. تخيلي على حدا. اوكي حط شوية زيت ما مكتر. اوكي هلا نحن هون اذا بدك صاروا جاهزين لللف. شو عندنا نعمل شغله زياده في رح نتبع طريقتين نشرح طريقتين بنتبع نحن وحده. في اعملها شوي بولي. نعم وبرجع احط لها نعطيها اللون. انت كيف بدك تعملها؟ حلوم. انا رح افوت على الفرن. بالنهايه بدهم يفوت على الفرن. ايه ما هيك انا رح افوتها دغري على الفرن ما بيأثر. بس بهذا الوقت اذا بدك رح نشتغل شوي بالحلوم والشوريزو. كاتيا عم تتفرج اليوم الهيئة ما بتعرف شو بدها تطبخ. قالت لك هلا بتفرج. لا انا بعمل لهم شيء اوريجينال. بس انا كل الوقت يعني دائما بيوحي لي بالموسيقى الي. الي؟ ايه شكله بيوحي لي بميوزيسيان اكثر من شيف. ايه شو رايك؟ انا كان بدي اعمل ميوزيسيان قبل بس. عن جد بلعب انسترومان الي؟ انا بلعب بالسكين ما بس السكين والمدقة. والمدقة ما سمعتيني؟ هلا هلا قصيت شعرك كمان بس قبل ما يقص شعره كمان كان ميوزيسيان مع بكتر. عندي دانتين؟ لا عندك دينة موسيقية قصدي. ليكي انا مخسني بالموسيقى لا من قريب ولا من بعيد. ايه تيكون شفاف وحقيقي. صوتي بس حلو. ما تغني بليز. بغني بليز. بس انت مهضوم هيدا الشيء بنعرفه ضمن الموسيقى. مشاهدين كمان بيعرفوا ضمن الموسيقى بتدخل. اوكي هذا الحلوم بدك تعطيهم لون؟ رح نعطيهم شوية لون. ايه ولا بنعمل شوي هيك شوي هيك؟ ايه بس بدك نقسم مثل ما حكينا نقسم قسم مع اللحمة وقسم هيك بنعمل اللحمة فرد مرة. قسم بنعطيهم لون بنعملهم برونزي وقسم بضلهم قسم لا عم تستعمل زيت نباتي؟ ايه ما عم كتر شوي صغيرة. هلا بس يحمى رح ننزل الحلوم. إذا بدك بس خالص بنرجع بننزل شوي اللحمة. هيك بدك تشوي الحلوم؟ بدنا نشويهم 100%. هي بالفرن بيمشي حالهم بس هون بتعطيهم هيدا اللون شوي زيادة لأنه نحن إذا بدنا نشتغل شوي على البرزنتيشن بده يبين شوي هذا اللون. إيه عرفتي كيف؟ بلاستيك هون معنا مجالات يعني مثل ما بدنا يطلع الفلا عرفتي؟ هلا بنشوف كيف رح يبين بالآخر. قول باي. باي باي ولا هاي ولا هاي او باي هي ولا مش هي. اوكي انا مثلا بس روح على الريستوران ما بحب اخذ قصص اللي بنعملهم بالبيت. بدك تجرب شيء جديد مزبوط بتحسي انه ما زلت بعملها بالبيت. بعملها بالبيت شو بدي انه اكل زيت شيء جاي جربهم خلص اذا انا بعرف اعملها انتوا ما بتعرفون. ايه دائما بتاخذي ما باخذ حلوم جريي مزبوط شو بتاخذي؟ انا بعملها دائما بالبيت اللي بنبشوا بيقروا دائما بكل بارتي بالمنيو سبيسياليتي المحل صح بيكونوا مسميين على اسم المحل صح بشوفوا يعني اول شيء المحل بشوف حاله فيها انه انا عامل شيء واو تعالوا ذوقوا. انت بتكون عم تشربي شيء جديد اكيد او ممكن تكون عم تطيها بالبيت. هون الحلوم دغري بياخذ لون وبيدوب بدك تخفف شوي.
ايه وبدوب نضرب حساب انه نحن ما بدنا نسمكها تنضلنا نقدر نلفها ننتبه ما تكون كتير رقيقة تما تدوب معنا كيفي بس ياخد هاللون الأشقر هلأ هون رح نعمل كمان اللحمة هيك نكون عملنا اثنين هذا واحد طيب ايه اوكي اوكي هلا هلا اللحمة زيت الخبرية شوية صغيرة لو نحن رجع حطينا على اللحمة مش بحاجة أكثر من هون بنقلها نحن لا بتضحكي علي بنلوحها تلويح بتعرفيها؟ ايه اوكي لا انا معودين من عم تحضرنا إلي نهار السبت؟ نهار السبت؟ نهار السبت عم نستضيف مشاهدين عم يطبخوا اه ولا؟ محلكم ما خبرتيني ايه كل يوم سبت عنا حدا جديد بكره عنا ضيف كمان بده يجي يطبخ معنا ونحن منجيب كل الانجريديون انتم ما عليكم غير تعطونا الريسيبي نحن منأمن لهم كل الانجريديون مش ضروري تكونوا بروفيسيونيل شيفيه يعني بس نحن جايين نتسلى على الهواء حلو بكره نحن بنقعد بلا شغل اه انت السبت نحن بنص الجمعه نقعد بالبيت ولا بمزح بعرف لا بالعكس فكره حلوه عن جد بتشجع يعني في كثير ناس تعرفي بهمها بتحب وما عندها مجال مظبوط انا مش السبت اذا بدك يعني ضروري تكونوا بروفيسيونيل لتطبخوا يعني حتى طبخات هيدي بس مع تويست هيك مهضوم اتصلوا فينا على 0444444 او فيسبوك بيج او تبعثوا لنا ايميل فوالا اعطيني هون لون هلا اعطيني هون لون 100% شو بعد بدهم؟ اثنيناتهم بدهم يقصوا بالشهر هلا في الفايدة شو بعد بدكم يعني؟ بيقولوا ما في لونك شفت كيف؟ ياك لحسة هون بعدها نية ورح تضلها نية إلا لك ما بدها ترجع تنطبخ بالفرن بدها ترجع تفوت على الفرن هلا هون في أحشية ملح مبهرة الحلوم كمان طعمته إناف بالملح بنحط الشوريزو وبنلفهم بس نفوتهم على الفرن بنكون عم نحضر نحن من تاني ميل إذا بدك الجارنيتور تبعهم نلفه على هيدي هيك ليه بدك تلفه على هيدي؟ لو بدي ارجع ارد على الدور لوحده اوكي يلا مثلا ناخذ اللحمه ناخذ الحلوم ناخذ الحلوم ناخذ شوريزو هون قد ايه بدنا بنحط انتبه على شغله اللي بحب فيه يعملها شوي يعني شوريزو اكثر ايه وفي شوريزو اذا اصلا مثلا سميكي او شيء بيقدر يقليها شوي كمان نعطيها لون ايه وبتكب طعمه اكثر شغله هينه بالطريقه اللي قطعناها فيها هيدي مش بحاجه انه نشكها بشيء بدنا نياها نحن بس هيك فينا نشك بالقطع ايه طالما بقيت هيك بنقدر نتحكم فيها نتحكم فيها وعلى شكله لو بالفرن ما رح تتحرك على شكله شك شكله شوريزو شوريزو اهم شيء هي هون الطعمه رح ناخذها بس ننتبه على شغله هي استوى اللحمه اوكي يعني حرام ننشف اللحمه كثير بهال اللحمه اللي عم نشتغل فيها نحن
كل ما تنشفيها كل ما تعود طيبة. أكيد. لأنها طرية. لأنها فيلي. لاحظتي طريقة لفهم شو هينة؟ انتبه هلا اللحم نحن بس شغلنا فيها بتبق بتبق ضميتها نحن بالصينية ونتركهم بس نطبخها فيهم تطلع أطيب وأطيب. أكيد. بهالطريقة كون حشينا اللحمة هلا بنعمل الجرنيتور اللي على جنب بكون حطينا اللحمة بالفرن. واو قد ايه بدهم هلا؟ شي 6 مينوت؟ 6 6 مينوت؟ اختلفنا عن مينوت عن جد؟ لا هن يس 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 مثل ما قلتي. ليه؟ لأنه ديجا نحن شمعناها ضربة للحمة شوي وهي كثير رقيقة واللي بقلبها ما بده استوى عرفتي؟ يعني نحن هون بس علينا اللحمة يمكن بدنا نحطوها 3 دقايق يقولوا إنه بديها شبه نية اللحمة سنيون خليها بلو 100% اوكي. هلا ندور لهم الفرن بس مأخر شوي. هلا شو بدنا نعمل بال هلا اللي رح نعمله هو اللي على جنب بعد عندنا 5 دقائق. 5 دقائق ما بدنا أكثر أصلا. اللي رح نعمله وهو الانجريدينتس اللي بقيوا معنا يلي هن هاو رح نحكي عنه. توم طماط سوريز هون ال فلفله حمراء مشويه وشيل القشره. اوكي حبق وفطر رح نبلش دغري نحن بعمل وبحط تنربح وقت. اوكي والكريم بدنا توم بدك تقليون بدي اقليون ما رح كتر توم تنطلع طعم كثير قويه. حط شوي صغيرة وريحته قوية. ريحته قوية. الفلافل اللي حكينا عنها فينا نزيدها بالآخر لأنه نحن دجاج شويناها. أوكي. طريقة شوي عادي بالفرن بنفوتها على الفرن حرارة 180 بدها تقريبا ربع ساعة بنقلبها. أوكي. بس تطلع فينا نقشرها تحت المي. أوكي أكيد تما تعذبنا بشغلة نحن مثلا شويناها بالصينية بس تطلع منغلفها بنايلون. شو بيصير؟ بيصير انه جوا بعدها سخنه والبخار عم بيطلع بيصير احيانا معنا بالتقشير. فينا ندقهم؟ فينا ندقهم وفي عنا المكنه اللي عرفتيها دغري نعملها فيها. هون اكيد رح تنحط رح حط الثوم. تنحط الثوم. بدك تحط هلا الطومات سوريز؟ بدي احط طومات سوريز بدي احط الفطر. الفطر مثل ما بدنا فينا نقطعهم. دغري حط الفطر. ريحة القلية كتير طيبة. كتير. حط بعد حبتين. هينة أكلتنا اليوم. هي كتير هينة لأنه اللحمة انه بالفرن ولفتها هينه. هون الجارنش فيك تعمليه قبل بوقت ترجع تسخنيه ما انا مشكله. صح. عم نقلي الثوم الفطر الحمد لله طماط سوريز والبيبر الحبق بنفرمه ناعم بدل عنا الكريمه اخر شيء بنحط شوي صغيره من جرب تقطيعات يكونوا كلهم قراب على بعضهم. اوكي طيب يطلعوا مزيج واحد بينطبخوا بزيت الطريقه بزيت الوقت 100% كشكل بيساعدني بيطلع احلى يعني بس يكون في انسجام بالتقطيعه.
دائما بس نحط الفطر ننتبه لانه دغري بيشرب الزيت، اذا بدنا نزيد له شويه زيت فينا. بعد دقيقه اوكي نحن تقريبا خلصنا يعني عم نقلي فوق بعضهم، هي رح نكملها نشوفها، نرجع نشوف المشاهدين بتيستينج. ايه نحن هون تقريبا خلصنا، يلا شوية بازيليك وخلص. بازيليك فينا نعمل حط شوي هلا شوي بالاخر اوكي، بس يتقلى كمان بيطلع طيب الحبق، شوي مقلي وشوي طازة بنخليه شوي طازة اوكي. مشاهدينا بنرجع بنشوفكم بتيستينج هلا وقفة وبتكونوا مع ويندو بيوتي. يلا خلص انا فهمت يعني انه خذت كيبيكاتا بس فهمت شو فيه بالمقلي. في شيء هلا رح تذوقي بس رح تفهمي. هون قلينا توم، نعمل لها تيست خليها تذوق وتقول لنا شو فيه. طيب اوكي بربح؟ ايه شو بربح؟ ملعقة ثانية تربح ملعقة ثانية. هي على اكيد ما فيها النت ستيفاني. اه طبعا ما تقولي النت ابدا. هون اللحمه فينا نقصها وفينا نتركها مثل ما هي، نحن بنعرف نحن نتركها مثل ما هي. كاتيا لكاتيا تفضلي هلا وهي لك. لفيناها شو حطينا بقلبها؟ حلوم حلوم وسوريتو. اوكي بدي تقول اللحمه وطبقها هي وملفوفة لفيتها وبعدين طبقها مزبوط. وعملنا لها قبل شوي إذا بدك بوليه يعني أعطيناها شوية لون للحمة وللحلوم، رجعنا لفيناهم وفوتناهم على الفرن. لحظة اللحمة منا ويل دان، لا يعني إذا بتحبيها ويل دان على ساعة واحدة بعطيك إياها هلا ما فينا. مش معقول طرية كثير كثير طرية اللحمة كثير طيبة. طيب تشوف هون شو شايفين فيها شامبينيون واضحة، هيدي واضحة فيها فليفلة حمراء كمان واضحة. كريم بازيليك بعد في شغلتين طماط سوفيس بس في شيء مع الكريم بعد بالاخر بالصوص. لا بالاول حطينا توم اه هي قلية التوم اللي عاطي هيدا الطعمة مع الكريم كثير طيبة. بس شو اللي مسمك هالقد الصوص؟ هي ما كترنا كريم وغليناها. أوكي. هي الكريم بطبيعة اللحمة بس تغليها بتشد. ايه معقدة هي. الصوص معقدة. شي كثير طيب، شي كثير طيب. روعة. طيب. شوية كريم بس تغليهم بيعطوك هيدا التكستير معهم. كثير كثير طيب. جي بوكو ايمي. وهيدي اكيد اكله بعملها لانه بريما ما اخذت وقت كثير هينه وبتشوفي حالك اذا اجى لعندك ضيوف روعه الشقف هيك بتقولي لهم يا علمك اياها. نعمل لك دعايه بس بدك تعلمني اشتري اللحمه مزبوطة كمان انه اذا اللحمه منها مزبوطة 100% هي لحمه فيليه ما رح يعني تطلع نفس اللحمه اذا ما فينا حياة ما الفو فيليه ما بتطلع وحتى الفيليه بدنا ننتبه لها لان مش دائما الفيليه بتكون طريه قد ما لازم مزبوط انتبه الفو فيليه اذا بتعمليها هيك ما بتطلع هيدا اذا كانت الفيليه كبيره او اذا كانت اوقات ما بتكون مزبوطة. وافضل تجيبي يعني المستورده صح بتجي مغلفه جاهزه بتاخذيها بتعرفي حالك مزبوط 100% بنرجع بنقسمهم بنرجع بنعملهم شقف بنرجع بندقهم شوي حتى بالمستورد كمان في ليفلز بالطعم في اكيد اكيد يعني حسب شو هي في ليفلز بالسعر كمان اكيد ما هيك 100% في كثير غالي وفي الوسط يعني هلا هو البلدي اطيب شيء الفطير
ولكن هي بس مش دائما بتزبط معك، مش دائما بتزبط طريقة مزبوط. هذه المشكلة. إذا بتتبعي روسات بتشوفي مارون جديد أسأل بتبين كثير طيبة. كثير طيب. صحتين. ثانك يو إلي. ميرسي لك. نشوفك قريبا إن الله راد. إن شاء الله. ثانك يو كاتيا. مشاهدينا خلصنا فقرة تيستينج، أنا بعد شوي بدي أشوفكم بأساي بوست. هلا نشوف روسات بكره.